الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة لحزب الله فوق المتوسط ويقول إنها كانت تستهدف حقلا للغاز. قلق في أوساط فريق نتنياهو التفاوضي وتخوف من شروطه ورهاناته على حياة المحتجزين. الضربة الثانية في يومين، أكثر من 10 صواريخ على القاعدة الأمريكية في كونيكو في دير الزور، والجيش الأمريكي يرد. داعش خراسان تجند عبر السوشيال ميديا، وتقارير تكشف أن 2/3 الاعتقالات في أوروبا شملت مراهقين. ترامب يحذر من حروب كبرى في الشرق الأوسط قد تصل إلى حرب عالمية ثالثة إذا فازت هاريس في الانتخابات. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذه النشرة، إذ أفاد مراسل الحدث بأن سفينة صواريخ إسرائيلية أسقطت مسيرة أطلقت من جنوب لبنان فوق البحر المتوسط. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المسيرة التي أسقطت تابعة لحزب الله وكانت تستهدف حقلا للغاز. ومن القدس معنا الصحفية هبة مصالحة. هبة، تحية طيبة. ما هي التفاصيل لديك حول هذه المسيرة؟ نعم، الجيش الإسرائيلي قال في بيان قبل قليل إنه يعتقد أن المسيرة التي انطلقت من جنوب لبنان تستهدف منصة كريش، منصة الغاز، والتي كانت على الرغم من أن هذه المسيرات هي تعتبر تحديا أمنيا إسرائيليا، إلا أن الجيش الإسرائيلي قال إن سلاح الجو الإسرائيلي استكشف هذه المسيرة التي اخترقت الأجواء، وتم إطلاق صواريخ من سفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي على هذه المسيرة، وتم إسقاطها بالمنطقة الشمالية من المياه الاقتصادية. ومنذ 7 أكتوبر يتعمد حزب الله عدم استهداف منصة كريش، كون هذه المنصة تم توقيع اتفاقية عام 2022. إجمالا الجيش الإسرائيلي يواجه تحديا أمنيا بالفعل من المسيرات التي تخترق الأجواء الإسرائيلية، ولا يعلم حتى الآن إذا ما كانت هذه المسيرة هي مسيرة انقضاضية أم أنها استخباراتية كالمسيرات التي يطلق عليها حزب الله اسم هدهد، والتي نشر حزب الله مقطع فيديو ثالث لهذه المسيرة، وكانت تصور قاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على بعد 50 كيلومترا من الحدود، وعادت إلى جنوب لبنان دون أن يتم استكشافها. لذلك يوجد تحدي أمني بالفعل لهذه المسيرات. على الإجمال وعلى العموم، الجبهة الشمالية تواجه أيضا تصعيدا منذ ساعات الصباح. كان هناك دوي صفارات إنذار في منطقة العرامش بالجليل الغربي، وكان هناك أيضا إطلاق ل4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مدينة كريات إشموني. ووسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أن أغلب المنازل في المناطق الشمالية تهدم
هدمت بالكامل، وعلى سبيل المثال منطقة المطلي بقي فيها فقط 15 إسرائيليا، وزادت عدد النزوح للإسرائيليين من الشمال إلى 300 ألف إسرائيلي نازح من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى في إسرائيل. وأيضا تحدثت مصادر أن 240 ألف دونم تضرر بهذه المناطق نتيجة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس الصحفية هبة مصالحة. ومع استمرار تبادل القصف والعمليات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، أعلن حزب الله تنفيذ عدد من العمليات ومقتل اثنين من عناصره بعد استهداف بلدة مركبة الحدودية بغارة جوية إسرائيلية. من جانبه أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكشتاين أنه يتطلع لإنهاء الحرب في غزة وفي جنوب لبنان وإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان. وربط هوكشتاين الأوضاع عند الحدود الجنوبية اللبنانية بما يجري في غزة، مؤكدا أن العمليات في لبنان لن تتوقف ما لم تتوقف الحرب في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العمل يتم يوميا وبشكل مكثف على إتمام محادثات وقف إطلاق النار في غزة. كلام بلينكن يأتي فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر من فريق التفاوض تخوفه من فشل المفاوضات أو تعقيدها أكثر بسبب الشرط الذي وضعه نتنياهو في الصفقة، مؤكدين أن نتنياهو حاليا يغامر بحياة الأسرى وخاصة وأنه لم يعد هناك وقت. وأشار فريق التفاوض حسب ما نقلت الصحف الإسرائيلية إلى أن حماس غيرت موقفها المتشدد تجاه بعض البنود في الصفقة منذ نحو شهر، لكن الجميع ينتظر موافقة إسرائيل. وأضاف وفد التفاوض أن نتنياهو رغم التغير في موقف حماس يريد خلق أزمة، لأنه يعتقد أن من شأن ذلك أن يجبر حماس على التنازل. وأضافت المصادر أن المفاوضات لا تتقدم بالرغم من أنها شهدت بعض التقدم، وذلك بسبب عرقلة نتنياهو بشكل دائم التقدم بالصفقة. وقالت إنه من الواضح أن نتنياهو لا يريد الصفقة أبدا. يأتي ذلك فيما رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصول تقدم في المحادثات مع حماس بسبب الضغط العسكري. وأكد نتنياهو خلال لقائه بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه سيرسل وفدا إلى المحادثات المرتقبة في روما. من جهته أكد ترامب على أهمية إعادة الرهائن فورا والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، كما تعهد ترامب بالعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط ومكافحة معاداة السامية إذا عاد إلى البيت الأبيض. وفي الأثناء نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أنه من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأحد في إيطاليا مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين ومصريين في محاولة لإنهاء الاتفاق. وأكد الموقع أن الاجتماع لن يتضمن مفاوضات تفصيلية، لكنه سيركز على الاستراتيجية بشأن الاتفاق. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو ناقش مطالبه الجديدة مع بايدن في البيت الأبيض وتعهد بإرسال اقتراح محدث خلال يومين. وذكر الموقع نقلا عن مصادر أن إدارة بايدن غير متأكدة ما إذا كان نتنياهو يريد حقا التوصل إلى اتفاق أم أنه يحاول كسب الوقت. كما قال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يريد اتفاقا من المستحيل التوصل إليه، وهو ما قد يدفع نحو أزمة في المفاوضات. من جانبها أشارت قناة كان الإسرائيلية إلى أنه بعد يومين من لقاء نتنياهو مع بايدن لم تقدم إسرائيل بعد ردها الأخير للوسطاء على الرغم من قرب اجتماع روما الذي سيعقد الأحد، مضيفة أن الفريق المفاوض الإسرائيلي حتى الآن لم يتلقى الضوء الأخضر لإبلاغ الوسطاء بالرد. القناة الإسرائيلية قالت إن نتنياهو يريد الضغط أكثر من أجل انتزاع تنازلات أكبر من حماس مثل زيادة عدد الأسرى، مؤكدة أن حماس ألمحت إلى أنها ترفض الاقتراح الإسرائيلي حتى قبل أن يصل إليها.
دعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معربا عن قلقه البالغ جراء الوضع الإنساني المتأزم في القطاع. The reason we are calling for this meeting is that we are very concerned about the humanitarian situation in Gaza, and we do believe that it's time to stop the killing, and we urge the U.S. to put more pressure on Israel to achieve a ceasefire as quickly as possible. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة إن قرابة 200 من موظفيها لقوا مصرعهم منذ بداية النزاع خريف العام الماضي. وفي بيان على صفحة الوكالة على موقع أكس، أكدت المنظمة مقتل 199 من الزملاء في غزة منذ بدء الحرب، فيما يواصل ما يقارب من 1100 عامل في المجال الصحي من العاملين في الأونروا العمل في المرافق الصحية العاملة والمراكز الصحية في جميع أنحاء القطاع. أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 180 ألف فلسطيني حول مدينة خان يونس اضطروا للنزوح خلال 4 أيام من القتال العنيف في ظل عملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة جثث رهائن من المنطقة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأعمال العدائية المكثفة الأخيرة في منطقة خان يونس أسفرت عن موجات جديدة من النزوح الداخلي، وأضاف أن نحو 182 ألف شخص نزحوا من وسط خان يونس وشرقها، في حين لا يزال المئات عالقين شرق خان يونس. أكد قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري جوردن أن أي هجوم على حزب الله سيكون حاسما هذه المرة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قضى بالفعل على أكثر من 500 مسلح في لبنان معظمهم من حزب الله. ملتزمون بتغيير الواقع الأمني هنا في الشمال، سيتمكن جميع سكان المنطقة وكل سكان الشمال من العودة إلى منازلهم. تقوم الكتيبة واللواء بعمل ممتاز في إكمال مهمتهم الدفاعية. هناك الكثير من العمليات الهجومية في هذا السياق، ولقد قضينا بالفعل على أكثر من 500 مسلح في لبنان معظمهم من حزب الله، ودمرنا آلاف البنية التحتية الإرهابية. وعندما يحين الوقت ونبدأ الهجوم سيكون هجوما حاسما وقاطعا. قالت مصادر خاصة للحدث إن 3 غارات جوية استهدفت منصة صواريخ في مطار الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن مطار الحديدة حولته ميليشيا الحوثي إلى قاعدة عسكرية تخزن فيها العديد من الأسلحة، كما جعلته منطلقا لهجماتها المتعددة. وأوضحت أن الحوثيين يمتلكون منصة إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة متحركة، وتقوم بنقل وتحريكها من موقع إلى آخر. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في منطقة دير الزور للمرة الثانية خلال 48 ساعة. وأوضحت أن 10 صواريخ تم إطلاقها من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية. بدورها ردت القوات الأمريكية باستهداف تلك المناطق بالمدفعية الثقيلة وسط تحليق لطيران التحالف الدولي في أجواء المناطق المستهدفة بعد دقائق من استهداف القاعدة. طبعا استهداف هذا اليوم أعلى في الاستهداف الأمس، نحو 10 صواريخ سقطت في منطقة القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز، تبع ذلك رد أمريكي مباشر بالقصف المدفعي هذه المرة على مناطق انتشار الميليشيات الإيرانية وقوات النظام في ضفاف الفرات الغربية، أي أن هناك تصعيد واضح من قبل ميليشيات إيران على القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية بعد توقف استمر حقيقة الأمر لأسابيع طويلة.
ولكن خلال 24 ساعة هذا يعيدنا إلى ما كان عليه الحال قبل أشهر عندما كان هناك تصعيد من قبل ميليشيات إيران على القواعد الأمريكية. لا نعلم إلى يعني أي مدى سوف يستمر هذا التصعيد، ولكن اليوم القصف كان أعنف من قصف أمس عندما استهدفت قاعدة كونيكو بنحو 3 صواريخ، ولكن اليوم الاستهداف بدفعة واحدة من 10 صواريخ دون أن تتمكن القوات الأمريكية من أي إسقاط أي صاروخ من الصواريخ التي سقطت على منطقة حقل كونيكو للغاز. وجهت النيابة العامة البلجيكية اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي لثلاثة أشخاص يشتبهوا بانتمائهم لتنظيم داعش خراسان، وأضافت النيابة أن 4 أشخاص آخرين اعتقلوا أثناء مداهمات قبل أن يتم إطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيقات. وقال ممثلو الادعاء إنه لا مؤشرات على أن المشتبه بهم قد اختاروا بالفعل هدفا محددا. هذا فيما كشفت دراسة أكاديمية نشرتها شبكة CNN أن ما يقارب من 1/3 الاعتقالات المرتبطة بتنظيم داعش في أوروبا خلال الأشهر 9 الماضية شملت مراهقين. وأوضحت الدراسة التي تناولت 27 هجوما أو مخططا مرتبطا بداعش تم إحباطه منذ أكتوبر أن من بين 58 مشتبها بهم كانت أعمار 38 منهم تتراوح بين 13 و19 عاما. وقالت الشبكة أنها تمكنت من التحقق من معظم البيانات التي أوردتها دراسة نويمان مع مسؤولين في الأمن الأوروبي. CNN قالت إنه يتم تجنيد المراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم سحبهم من خلال الخوارزميات إلى بيئات افتراضية حيث يمكن للمجندين الإرهابيين الوصول إليهم. انتقد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بشدة منافسيه السياسيين الديمقراطيين، متعهدا بالعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط إذا أعيد انتخابه. واعتبر ترامب أثناء لقائه نتنياهو في فلوريدا اعتبر أن هاريس هي أسوأ من جو بايدن، مشيرا إلى أنه في حال فوزها فإن حروبا كبرى ستشهدها منطقة الشرق الأوسط قد تصل إلى حرب عالمية ثالثة. ووصف ترامب تصريحات منافسته كمالا هاريس بعد لقائه نتنياهو بغير المحترمة لإسرائيل. No, I have no remarks. She's a radical left person. San Francisco destroyed San Francisco. She's really a destroyer. She doesn't know how to build. And I think her remarks were disrespectful. They weren't very nice, pertaining to Israel. I actually don't know how a person who's Jewish can vote for her, but that's up to them. But she was certainly disrespectful to Israel, in my opinion. It was never bad. I would say it was always good. No president has done what I've done for Israel, and we've always had a very good relationship. And if I didn't, I have a secret weapon. You know what it is? Sarah. You're sitting right over here. I have Sarah. As long as I have Sarah, that's all that matters. أعرب جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن قلقهم من اختيار الرئيس السابق دونالد ترامب السيناتور جي دي فانس كنائب له في حملته الانتخابية. وأشار هؤلاء إلى أن تخوفهم من اختيار فانس مرتبط بنقص خبرته ومواقفه في السياسة الخارجية، لكن حملة ترامب ومؤيدوه دافعوا بشدة عن اختياره لفانس. عدد من الجمهوريين في مجلس النواب انتقدوا اختيار الرئيس السابق دونالد ترامب للسيناتور جي دي فانس كنائب له في الانتخابات، محذرين من أن الاختيار لن يساعد بل قد يضر بفرص الحزب في الفوز في نوفمبر. مخاوف هؤلاء تتمحور حول نقص خبرة فانس وعدم قدرته على توسيع التحالف الجمهوري إلى ما هو أبعد من قاعدة ترامب كما يقولون، إضافة إلى مواقفه في السياسة الخارجية بما في ذلك أوكرانيا وموقفه فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للحلفاء في الخارج. وما يزيد القلق الجمهورية المحيطة بفانس انسحاب الرئيس بايدن من السباق ودعمه لنائبته كامالا هاريس التي تمثل صعود امرأة أمريكية سوداء أسيوية
إلى القمة، ما يعكس تنوعاً كان يأمل المشككون الجمهوريون بفانس في رؤيته في مرشحيهم. في المقابل هناك الكثير من أنصار فانس في مجلس النواب، وخاصة أعضاء كتلة الحرية الذين يفضلون شعار أمريكا أولاً الذي يتبناه فانس، ويرون أن اختياره عزز من قوة قاعدة الحزب الجمهوري، كما أن ترامب وحملته وأشد أنصاره يرفضون الانتقادات الموجهة لفانس ويدافعون بقوة عن الاختيار. بجملة بروتوكولية تحت الأمطار وأمام برج إيفل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. إلى ذلك استمر الاضطراب في حركة القطارات السريعة الفرنسية غداة إعلان شركة السكك الحديدية عن تعرضها لهجوم ضخم، أتى قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. وسجلت حركة القطارات السريعة تحسنا، لكن الاضطرابات ما زالت قائمة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ألقاكم مجددا بعد دقائق، إلى اللقاء. حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الانتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل. انحيازات غبلية، غتلي بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم سريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم بنكده ثالثه، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك انك تشهد على مرحله زمنيه سيكون لها اثر على اجيال قادمه،
لعشرات السنين. أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جابونا؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نحن في أزمة حقيقية في ليبيا. هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريباً على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟
كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة لحزب الله فوق المتوسط ويقول إنها كانت تستهدف حقلا للغاز. قلق في أوساط فريق نتنياهو التفاوضي وتخوف من شروطه ورهاناته على حياة المحتجزين. الضربة الثانية في يومين، أكثر من 10 صواريخ على القاعدة الأمريكية في كونيكو بدير الزور، والجيش الأمريكي يرد. داعش خراسان تجند عبر السوشيال ميديا، وتقارير تكشف إن 2/3 الاعتقالات في أوروبا شملت مراهقين. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين وأهلا بكم مجددا في هذه النشرة، إذ أفاد مراسل الحدث بأن سفينة صواريخ إسرائيلية أسقطت مسيرة أطلقت من جنوب لبنان فوق البحر المتوسط. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المسيرة التي أسقطت تابعة لحزب الله وكانت تستهدف حقلا للغاز. ومع استمرار تبادل القصف والعمليات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، أعلن حزب الله تنفيذ عدد من العمليات ومقتل 2 من عناصره بعد استهداف بلدة مركبة الحدودية بغارة جوية إسرائيلية. من جانبه أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكشتاين أنه يتطلع لإنهاء الحرب في غزة وفي جنوب لبنان أيضا وإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان. وربط هوكشتاين الأوضاع عند الحدود الجنوبية اللبنانية بما يجري في غزة، مؤكدا أن العمليات في لبنان لن تتوقف ما لم تتوقف الحرب في قطاع غزة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العمل يتم يوميا وبشكل مكثف على إتمام محادثات وقف إطلاق النار في غزة. كلام بلينكن يأتي فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر من فريق التفاوض تخوفه من فشل المفاوضات أو تعقيدها أكثر بسبب الشرط الذي وضعه نتنياهو في الصفقة، مؤكدين على أن نتنياهو حاليا يغامر بحياة الأسرى وخاصة وأنه لم يعد هناك وقت. وأشار فريق التفاوض حسب ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن حماس غيرت موقفها المتشدد تجاه بعض البنود في الصفقة منذ نحو شهر، لكن الجميع ينتظر موافقة إسرائيل. وأضاف وفد التفاوض أن نتنياهو ورغم التغير في موقف حماس يريد خلق أزمة، لأنه يعتقد أن من شأن ذلك أن يجبر حماس على التنازل. وأضافت المصادر أن المفاوضات لا تتقدم بالرغم من أنها تشهد بعض التقدم، وذلك بسبب عرقلة نتنياهو. وقالت إنه من الواضح أن نتنياهو لا يريد الصفقة أبدا. يأتي ذلك فيما رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصول تقدم في المحادثات مع حماس بسبب الضغط العسكري. وأكد نتنياهو خلال لقائه بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه سيرسل وفدا إلى المحادثات المرتقبة في روما.
من جهته أكد ترامب على أهمية إعادة الرهائن فوراً والتوصل للاتفاق لوقف إطلاق النار، وتعهد ترامب بالعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط ومكافحة معاداة السامية إذا عاد إلى البيت الأبيض. في الأثناء نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أنه من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأحد في إيطاليا مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين ومصريين في محاولة لإنهاء الاتفاق. وأكد الموقع أن الاجتماع لن يتضمن مفاوضات تفصيلية لكنه سيركز على الاستراتيجية بشأن الاتفاق. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو ناقش مطالبه الجديدة مع بايدن في البيت الأبيض وتعهد بإرسال اقتراح محدث خلال يومين. وذكر الموقع نقلا عن مصادر أن إدارة بايدن غير متأكدة ما إذا كان نتنياهو يريد حقا التوصل إلى اتفاق أم أنه يحاول كسب الوقت. كما قال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يريد اتفاقا من المستحيل التوصل إليه، وهو ما قد يدفع نحو أزمة في المفاوضات. من جانبها أشارت قناة كان الإسرائيلية إلى أنه بعد يومين من لقاء نتنياهو مع بايدن لم تقدم إسرائيل بعد ردها الأخير للوسطاء على الرغم من قرب اجتماع روما الذي سيعقد الأحد، مضيفة أن الفريق المفاوض الإسرائيلي حتى الآن لم يتلقى الضوء الأخضر لإبلاغ الوسطاء بالرد. القناة الإسرائيلية قالت إن نتنياهو يريد الضغط أكثر من أجل انتزاع تنازلات أكبر من حماس مثل زيادة عدد الأسرى، مؤكدة أن حماس ألمحت إلى أنها ترفض الاقتراح الإسرائيلي حتى قبل أن يصل إلى يديها. ودعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة معربا عن قلقه البالغ جراء الوضع الإنساني المتأزم. The reason we are calling for this meeting is that we are very concerned about the humanitarian situation in Gaza and we do believe that it's time to stop the killing and we urge the US to put more pressure on Israel to achieve a ceasefire as quickly as possible. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة إن قرابة 200 من موظفيها لقوا مصرعهم منذ بداية النزاع الخريف الماضي. وفي بيان على صفحة الوكالة على موقع أكس أكدت المنظمة مقتل 199 من الزملاء في غزة منذ بدء الحرب، هذا فيما يواصل ما يقارب 1100 عامل في المجال الصحي من العاملين في الأونروا العمل في المرافق الصحية العاملة والمراكز الصحية في جميع أنحاء القطاع. هذا فيما أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 180 ألف فلسطيني حول مدينة خان يونس اضطروا للنزوح خلال 4 أيام من القتال العنيف في ظل عملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة جثث رهائن من المنطقة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأعمال العدائية المكثفة الأخيرة في خان يونس أسفرت عن موجات جديدة من النزوح الداخلي، وأضاف أن نحو 182 ألف شخص نزحوا من وسط خان يونس وشرقها في حين لا يزال المئات عالقين شرقي خان يونس. أكد قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري جوردن أن أي هجوم على حزب الله سيكون حاسما هذه المرة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قضى بالفعل على أكثر من 500 مسلح في لبنان معظمهم من حزب الله. ملتزمون بتغيير الواقع الأمني هنا في الشمال، سيتمكن جميع سكان المنطقة وكل سكان الشمال من العودة إلى منازلهم. تقوم الكتيبة واللواء بعمل ممتاز في إكمال مهمتهم الدفاعية. هناك الكثير من العمليات الهجومية في هذا السياق،
ولقد قضينا بالفعل على أكثر من 500 مسلح في لبنان معظمهم من حزب الله، ودمرنا آلاف البنية التحتية الإرهابية، وعندما يحين الوقت ونبدأ الهجوم سيكون هجوما حاسما وقاطعا. قالت مصادر خاصة للحادث إن ثلاث غارات جوية استهدفت منصة صواريخ في مطار الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن مطار الحديدة حولته ميليشيا الحوثي إلى قاعدة عسكرية تخزن فيه العديد من الأسلحة، كما جعلته منطلقا لهجماتها المتعددة. وأوضحت أن الحوثيون يمتلكون منصة إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة متحركة وتقوم بنقلها وتحريكها من موقع إلى آخر. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في منطقة دير الزور للمرة الثانية خلال 48 ساعة. وأوضحت أن 10 صواريخ تم إطلاقها من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بدورها ردت القوات الأمريكية باستهداف تلك المناطق بالمدفعية الثقيلة وسط تحليق لطيران التحالف الدولي في أجواء المناطق المستهدفة بعد دقائق من استهداف القاعدة. طبعا استهداف هذا اليوم أعلى في الاستهداف الأمس، نحو 10 صواريخ سقطت في منطقة القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز، تبع ذلك رد أمريكي مباشر بالقصف المدفعي هذه المرة على مناطق انتشار الميليشيات الإيرانية وقوات النظام في ضفاف الفرات الغربية، أي أن هناك تصعيد واضح من قبل ميليشيات إيران على القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية بعد توقف استمر حقيقة الأمر لأسابيع طويلة، ولكن خلال 24 ساعة هذا يعيدنا إلى ما كان عليه الحال قبل أشهر عندما كان هناك تصعيد من قبل ميليشيات إيران على القواعد الأمريكية. لا نعلم إلى يعني أي مدى سوف يستمر هذا التصعيد، ولكن اليوم القصف كان أعنف من قصف أمس عندما استهدفت قاعدة كونيكو بنحو 3 صواريخ، ولكن اليوم الاستهداف بدفعة واحدة من 10 صواريخ دون أن تتمكن القوات الأمريكية من أي إسقاط أي صاروخ من الصواريخ التي سقطت على منطقة حقل كونيكو للغاز. شن الجيش السوداني غارات عنيفة على عدد من المواقع التابعة لقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان. وأظهرت مقاطع فيديو آثار القصف الذي طال سوق قندهار في غرب أم درمان عقب استهدافه من قبل طيران الجيش السوداني. وأفادت مصادر باندلاع مواجهات بين الجيش والدعم السريع في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم. ونقل شهود عيان سماعهم لأصوات انفجارات عنيفة في أحياء الصحافة نتيجة لاستخدام الأسلحة الثقيلة، فيما استهدفت مدفعية الدعم السريع محيط قيادة الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ما أوقع الضحايا في صفوف المدنيين. وفي ولاية سنار قال ناشطون إن قوات الدعم السريع سيطرت على 6 قرى في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة سنار وارتكبت انتهاكات أجبرت آلاف السكان على النزوح. دعا الوسطاء الدوليون في أزمة السودان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو إلى الانخراط في المباحثات المرتقبة في سويسرا منتصف أغسطس المقبل. وجاءت دعوة الوسطاء في ختام اجتماعات استمرت يومين في جيبوتي، حيث تعد هذه الاجتماعات الأولى من نوعها للوسطاء أصحاب المبادرات حول السودان. وناقشت الاجتماعات موائمة المبادرات والتنسيق بغية الوصول إلى صيغة لوقف الحرب في السودان. وتوافق المشاركون على ضرورة تنسيق المبادرات المطروحة وصولا لوقف فوري لإطلاق النار في السودان، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تعالج الأزمة وجذورها. ودعا الوسطاء الدول الضالعة بالصراع في السودان للكف عن ذلك، محذرين من الوصول بالأوضاع إلى حافة الهاوية.
وصلت سفن بحرية إريترية إلى ميناء سواكن على البحر الأحمر شرقي السودان وقطعا بحرية بحسب ما أعلن الجيش السوداني. هذا ولم يتطرق بيان الجيش إلى تفاصيل تلك المعدات، لكنه ذكر أن وفدا إريتريا وصل إلى السودان بهذا الخصوص. وأوضح أن رئيس الوفد الإريتري الذي لم يسمه قال إن الزيارة تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس السياس أفوركي مع الشعب السوداني. يعيش سكان جزيرة توتي وسط العاصمة السودانية ظروفا استثنائية ومعقدة. حصار فرض على الجزيرة منذ بداية الحرب من قبل قوات الدعم السريع. الحدث التقت أسرا تمكنت من مغادرة الجزيرة ووصلت إلى مدينة أم درمان بعد رحلة محفوفة بالمخاطر والعقبات. فرضت حرب أبريل على السودانيين ظروفا استثنائية، لكن أن تظل محاصرا في منطقة واحدة في ظل واقع أمني معقد وخدمات أساسية محدودة فهذه قصة أخرى. العربية والحدث تكشف عبر إفادات الناجين من ويلات الحصار بجزيرة توتي في الخرطوم واقع الحياة هناك. جزيرة توتي بالخرطوم عند سكانها هي درة النيل، لكنها اليوم سجن كبير بالنسبة لهم، حيث تفرض قوات الدعم السريع حصارا عليها منذ اندلاع الحرب. بعد رحلة محفوفة بالمخاطر تمكن محمد وأسرته من مغادرة الجزيرة وصولا إلى أم درمان. سألناه عن كيف ترك بقية الأسر في الجزيرة فكانت الإجابة: أوضاع صعبة جدا، صعبة شديد، يعانون بالكهرباء مقطوعة من 7/8/2023 وعدم وجود الأغذية الكافية، أغذية كافية ما في، وإذا ما عندك قروش ما تأكل. نساء وأطفال وكبار سن تمكنوا من مغادرة الجزيرة، فمعاناة الأشهر الماضية من الصعب تجاوزها. عشان نطلع من توتي والله كانت بكل صعوبة، وربي تصريح يا الله دون عليه ومرقنا ببحري. مدن التموينية ما في يعني، وما في علاج وما في أي حاجة يعني كده دي. الموية كنا بنمشي نجيبها والحاجة من الأبيار، لما الأبيار بقت ما في موية فيها بقينا بنمشي البحر نجيب موية من البحر عشان نشرب، والمحل هناك محل البحر خطر شديد. في جانب آخر داخل هذا المركز الإيوائي للقادمين من جزيرة توتي لا حديث غير معاناة أهل الجزيرة. يقول أبي أحد سكان توتي إن مغادرة الجزيرة مرهون بدفع مبالغ مالية طائلة لقوات الدعم السريع. حتى الإنسان الضاق خلاص عايز يطلع من توتي إلا يجيب تصريح، هناك عندهم عمدة يسمى عندهم العمدة، تمشي للعمدة عشان يديك تصريح بتدفع مبالغ طائلة جدا جدا. ويرى مشرفون داخل مراكز الإيواء ضرورة الانتباه لما عايشه الأطفال خلال فترة الحصار. هم محتاجين رعاية خاصة أكثر من الناس الموجودة هنا، وأنا أتمنى أنه يكون يزورنا طبيب نفسي يجينا هنا ويأخذ إفادات منهم ويشوفهم كيف. وخلافا لجزيرة توتي فإن مناطق أخرى ظلت أسيرة لحصار نتيجة الحرب، فالمشاهد التي وثقت حال المناطق المحاصرة جنوب أم درمان كشفت حجم معاناتهم نتيجة الحصار. نزار البغداوي، الحدث، أم درمان. أعلنت شركة خطوط السكك الحديد الفرنسية أنه سيتم تشغيل 7 من 10 قطارات سريعة في المعدل اليومي السبت على 3 خطوط رئيسية، وذلك بعد يوم على أعمال تخريب تسببت باضطرابات في شبكة السكك الحديدية قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس. بجملة بروتوكولية تحت الأمطار وأمام برج إيفل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade
des temps modernes. سيطر الدفاع المدني العراقي على حريق نندلع بعدد من المحال التجارية في منطقة الدكير في البصرة. والآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أقدر متابعتكم، أنا رولا الخطيب، والحدث دائما لحظة بلحظة، إلى اللقاء.